وين ماماك؟ فين وين ماما؟ منا. وين منا؟ منا. دوكا حضرت نحوسوا على كيفاش الاجراءات؟ المصالح تاعنا وهما اللي يحوسوا على الاولياء تاعهم. نقدموا معنا نروحوا معنا لا لا. لحظات قليلة يلاحظ هذا الدركي ضياع طفل صغير وسط هذا الاكتظاظ الكبير. الإجراءات المعمول بها في مثل هكذا حالات هي اصطحاب القاصر إلى مقر الفرقة وانتظار ولي أمره. أثناء قيام أفراد الفرقة الدرك الوطني بسيدي فرج تأمين موسم الاصطياف، ونحن متواجدين بالشاطئ الشرقي لكاريو بلدية سطاوالي سيدي فرج، تلقينا هذا الطفل القاصر البالغ من العمر حوالي 3 سنوات وحده. درك الإجراءات معمول بها درك نديو معنا الفرقة، نقوم بالاتصال بفرقة الأحداث بوزريعة وهم اللي يباشروا، درك نديروا عملية البحث في فئة العائلات. اكيد للوالدين تاعو راهم يحوسوا درك ما كالعاده درك يجيو يتصلوا بالفرقه يلقاوه ثم ان شاء الله. من حسن حظ هذا البريء تم العثور عليه لحظات قليله بعد ضياعه، حيث تقدمت جدته التي تبحث عنه وهي في حاله من الهلع. واش الولد تاعو ولا الوالد؟ والله درك شاده بيبي واحد اخر بطاقه الهويه تاعك عندك؟ والله ما جبتهاش. ايه جيبيها وروحي طاينا لي لابريكاد باش نسلموها لك. ايوه ايوا وجيب لي امها. ايه بك امها. شحال عنده من يتوضا لكم هذا؟ واحد شويه دارك برك. حوسوا عليه. حوس عليه. هما الاخرين راحوا مني وانا جيت منا. سمعتهم. واش ندير؟ الحمد لله. الحمد لله الامن يدير الرجل. روحي معنا اتصلي بالوالده تاعو تجي للمركز.